كالعادي أنا روحت من شغلي الساعة 7:30، وصلت أختي على مدينة هون قريبة مننا كرمال، وأنا فايتة في الساحة بشوف أخوي. دايما أنا بقول له صباح الخير يا سليم، هو كان واقف على البلكون بقول لي يا خيتي صباح الخير، يسعد صباحك، شو مفيك؟ قلت له تفضل تعال اشرب شاي، عم بعمل له كاسة الشاي تنزل فيها. هو عادة بفطرش الصبح، قال لي يا خيتي طيب إذا في شغلة عملتيها قهوة نسكافيه شاي بشرب أنا وياكي. مستعجل كثير افتح البوابة، دايما عادة بعد المشاكل اللي صارت آخر فترة دايما بواباتنا بضلها مسكرة، مش عم نفتح البوابات من أجل المشاكل. أكتر إنسان مسالم يمكن بالبعني كلها هو سليم، معروف سليم أبو الجاش. تحكي لي أكثر عن أولاده وعن عيلته. احنا 9 بنات واربع شباب. توفى الاخ الكبير قبل سنتين في هاي الظروف، نفس الفيلم، انه بعد ما صارت هاي القصص اجوا باب البيت هون، باب بيتنا، طخوه وطالع على الشغل، شهيد لقمة العيش، عمره 60 سنة، عنده اولاد واحفاد. وهي السنتين صار لنا كمان فقدنا اخت غالية قبل 40 يوم، طبقنا 40 عليها. وقصة اخوي الصغير اللي هو ريد العش، هو سليم ابو احمد، ابو الكل، انسان مسالم، الناس بتحبه، انسان طيب، انسان كريم. احنا معروفين بالبلد، احنا مظلومين، احنا بحياتنا ما اعتدينا احدا. لما بيجيك الشر لباب بيتك كمان بتقدريش تسكتي. الزلمة طالع على شغله، عنده 3 أطفال، عنده مرته معلمة مدرسة محترمة، عنده ابن بصف 12، عنده بنت بصف 6، وعنده طفل عمره 2. يعني الصبح قام يوسف، وين بابا؟ بقول لي وين بابا؟ وين بابا؟ شو كانت أحلام؟ مش كيف كان الخبر على البيت عندكم؟ شو كانت ردة فعلك لما سمعت الإشي؟ كيف سمعت الخبر أنت؟ بقول لك يا غيدة مش مصدقين. الخبر على البيت ولا على الشغل؟ أنا بعد شوي لما طلع من البيت أنا سمعت طخ، ومش رصاصة ومش 2 ومش 3، بلش دغري انا قلبي نزل، قلبي حسيت انه هذا اخوي، حسيت بعرفش احساس رباني. فجاه انا بلشت اتصل له على التليفون، رد يا سليم، رد يا سليم، على التليفونات 2 معه، رد يا سليم، رد يا سليم، رد يا سليم، بس الله سليم. صيعه تقريبا تعرفنا انه هو يعني اخوي. كيف عرفتي انت؟ عن طريق التليفون ولا حدا اجى خبر؟ عمتي ابن اخوي بحكي لي عمتي سيارتك، اخذ سيارتي، صار عندي سيارتين القديمة أخذها بده يجيب عمال فيها، بقول لي سيارتك مخردة أو الناس والبوليس ملان، أنت وينك؟ بقول له أنا اللي في البيت، معناته عمك اللي راح. سليم يا حبيب قلبي، سليم تسأليني على علاقتي بسليم، يبا سليم روحي وقلبي وصديقي، أسراره عندي، أسراري عنده، أبوي وأمي وأخوي وأختي. الحل للإجرام حسب رأيك، شو الحل لهذا الإجرام حسب رأيك؟ شو دور القيادات؟ شو دور أعضاء الكنيسة؟ رؤساء المجالس؟ شو الحل؟ توجهت لرئيس كنيسة، توجهت لمجالس، توجهت لزعماء، توجهت لناس منيح وطيبين وأوادم. وحتى أقول لك كمان شغلة، توجهنا للحكومة، وتوجهنا للبوليس، وتوجهنا كمان لزهران، وما فش. شو الحل للإجرام حسب رأيك لما عم نشوف كل يوم قتيل، كل يوم قتيل؟ صدقيني يا بنتي لا عادت حكومة تحكي، ولا بوليس، ولا رئيس، ولا حدا بيطلع في ايده. بتعرفي ليش؟ لانه احنا بطلنا نحب بعضنا، احنا البلد اتدمرت، احنا بجويتنا عم بنعلم اولادنا على العنف، واحنا بيت مسالم وكل يوم نمسك اولادنا، ويا حبيبي ويا عيني ويا روحي، ودير بالك يما، ودير بالك يا بنتي، وديري بالك. الثاني قتيل في العيله في نفس الطريقه، شو السبب لهذا الاجرام اللي عم نشوفه في مجتمعنا حسب رايك؟ قديش عم بتعيش الاشي اضعاف مضاعفه كثير. احنا مش عايشين يا بنتي، احنا مش عايشين، احنا عايشين وميتين بنفس الوقت، احنا مش عايشين بوابات اقفولي، سجن مثل السجون، احنا مش عايشين، لا عم نطلع شغل ولا عم تعليمنا وقف، اولادنا ضاعت، مستقبل ما فيش، هدف بالحياه ما فيش. ويا اخر قتيل اخوي، بتمنى يكون اخر قتيل اخوي، بتمنى يكون اخر احزاننا، بتمنى.